في هذا المرصد الشاهق بين الغيوم يمتص هذا الجهاز غير المألوف السحب الركامية ليرسل بيانات إلى مختبر في الأسفل. أخذت عينة للتو وسأحصل على مياه السحاب، إذن باتت مياه السحاب التي استخرجتها في هذه القارورة. أما الهدف من ذلك فهو تحليل مكونات القطرات للكشف عن وجود الميكروبات، وليتم بالتالي رصد الغازات المسببة للاحتلال المناخي بهدف قياس درجة التلوث، وكل ما يتم قياسه في الأعلى يوثق بعناية هنا. الكمبيوتر أمامنا يجمع المعلومات عن الطقس التي تنقلها أجهزة الاستشعار. نحن نقيس الضغط ودرجة الحرارة وسرعة الرياح ومجموعة كاملة من المؤشرات والإشعاعات المأخوذة في الزمن الفعلي بهدف تحليل المقاييس المجهرية الفيزيائية والجرثومية والمقاييس الكيميائية. بدأ مرصد بيدودوم الذي يعلو 1465 متراً فوق سطح البحر قياس الغلاف الجوي في القرن 17، وقد منحته الأمم المتحدة أخيراً تصنيفاً مرموقاً ليصبح المرصد العالمي للغلاف الجوي Global Atmosphere Watch، وهو ما يجعله ضمن قائمة المواقع 30 الأهم في العالم ليتساوى مع موقع أشوايا في الأرجنتين على سبيل المثال. ويأتي هذا التقدير الأممي ليشكل تتويجاً لعمل فائق الدقة. إنه المرصد الأقدم في فرنسا، لذا هو يزخر بالمعطيات المجموعة على مدى فترات زمنية طويلة، لكنه أيضا يتميز بموقعه الجغرافي على قمة جبل أو بالأحرى فوق بركان وببعده عن مصادر التلوث المحلي. من خلال قياس النزعات الطبيعية العالمية من أعلى قمم منطقة أوفيرني قبل 6 أشهر من مؤتمر باريس للمناخ، باتت أعمال مرصد بويدودوم أكثر قيمة من أي وقت مضى، إذ من شأنها أن تغذي النقاشات العلمية حول دور السحاب في ظاهرة الاحترار المناخي.